ومعنا مشاهدينا عبر الهاتف وما حدث في شمال سيناء السيد يحيى عقيل، وهو عضو مجلس النواب لفترة عام 2012 عن شمال سيناء. بداية سيد يحيى، كيف تتابعون ما حدث من تعرض ارتكاز أمني جديد من قوات الجيش لهجوم من قبل مسلحين، خاصة بعد ما يروجه الجيش من إقامة انتصارات على الجماعات الإرهابية هناك؟ تحياتي لك ولمشاهدينك الكرام. بعد أكثر من 4 شهور من انطلاق العملية الغاشمة، وبعد ما يعني الناس بتنتظر أن يعلن عن انفراجة كاملة في شمال سيناء وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد أن قتلتها العملية الغاشمة، تأتي هذه العمليات لتثبت أن العملية برمتها أو الحملة برمتها هي كسابقاتها لن تستطيع أن تحقق نجاحا، وتضاف إلى الحملات السابقة وهكذا تستمر إلى ما لا نهاية. واستطيع ان اربط هنا بين يعني هذه العمليات ال3 عمليات في يعني في وقت متقارب، وبين طرد اسرائيل اخلاء مدينه او اخلاء حي ابو حلو، وكان يعني التغطيه على هدم البيوت بناء على طلب اسرائيلي وفي منطقه بعيده عن عمليه الاحداث ولم تخرج منها عمليات عنيفه ضد الجيش والشرطه، يتم التغطيه عليها بعمليات يعني هكذا في 3 عمليات قتل في الجنود وهجوم في نفس التوقيت. المشهد في سيناء يظل مسؤول عنه عبد الفتاح السيسي برمته، هذا الالتباس وهذا الاشتباك وهذا الغموض الذي لا يستطيع احد ان يصل الى حقيقه ما يجري على الارض، لانه ممنوع على الكاميرا وممنوع على الصحفي وممنوع على الحقوق في التواجد على ارض سيناء. لكن هذه العمليات إذا على أقل تقدير تثبت أن هذه العملية كسابقاتها يعني نهايتها تقريبا إلى الفشل، ويعني المسؤولية كاملة عن أرواح هؤلاء الجنود وأرواح المدنيين وعن تجريف الأراضي وهدم هذه البيوت تقع على عبد الفتاح السيسي الذي لا يريد أن يعمل عقلا في أي قضية إلا استخدام البندقية. السيد يحيى عقيل عضو مجلس الشعب لعام 2012، شكرا جزيلا لك.